المفضل ليا اللي هو اسمه جيمي جلو، رهيب رهيب الهايلايت. الدرجة دي رقم 20 وانا عندي 10، وتحفة دي كده على روز جولد، التانية كانت على جولد، وشكله بيبقى خطير خطير، بيدي جلو من غير ولا نقطة ولا ذرة جليتر واحدة. كمان جبت الباودر دي اللي هي الفيكسنج، اللي هي اسمها فيكس اند لاست 14 اورز لوس باودر. دي باودر شفافة، كان عندي البنانة منهم والبنانة حلوة جدا، بس انا قلت اجرب الشفافة برضو لو حد مش بيحب او مش بيليق عليه الاصفر، فدي كمان هتبقى حلوة وحجمها كبير 9.5 جرام. الحاجتين بقى البرايمر ده اسمه بورليس، البرايمر ده ماتيفاينج وفي نفس الوقت بيخبي شكل المسام. اخر حاجة بقى هو الايلاينر الجديد بتاعهم اللي اسمه سوبر فاين، هم عندهم كذا نوع ايلاينر بس ده رفيع قوي قوي قوي، يعني السن بتاعه شبه الريشة كده، يعني بيتهيألي لو عملوا منه واحد بني ينفع ان هو يبقى للحواجب ترسمي بيه شعر، بس طبعا عشان اسود وقوي جدا فمش هينفع ان انت تستخدميه للحواجب. اكتبولي انتوا